السلام عليكم، ازيكم؟ في حلقة جديدة من حلقات بودكاست تفاؤل. دي سلسلة جديدة بمناسبة رمضان. كل سنة وانتم طيبين وبخير. جهزي قهوتك وشوية تمر ويلا نبدأ. هنتكلم النهاردة عن الاختلاف. كتير مننا ما بيتقبلش اختلاف غيره، وعقلنا بيرفض ان حد يفكر بطريقة غير اللي احنا بنفكر فيها، او يشوف موقف من منظور مختلف. ساعتها عقلنا بيخلينا نشوف الاطراف الباقية غلط، ومش قادرين يستوعبوا رأينا، مع ان ممكن يكون العكس. لو افترضنا ان في يوم من الايام لقينا ان كلنا بقينا نفس اللغة، نفس التفكير والشكل والتفضيلات، ساعتها هتختفي الثقافات المختلفة، وكل الشعوب هتبقى في حالة انطواء، لان مفيش جديد هيتعلموا من غيرهم. وساعتها مش هنلاقي ابداع، محدش هيكون عنده ولو صفة واحدة تميزه عن الباقي، والجميع هيفقد هويته. كتير بنلاقي ان بطريقة عفوية بنفرض ارائنا على الغير، لانها من منظورنا صح. زي مثلا لما يكون في اتنين بيتكلموا وجي موضوع العمل، حد فيهم كان عمله حر والتاني كان ليه وظيفة ثابتة، ساعتها بيبدأوا يقنعوا بعض، وصاحب الوظيفة بيشرح قد ايه مهم الدخل الثابت، وان العمل الحر مش مضمون، على عكس اللي عمله حر هيكون شايف ان هو ممكن يفضل في الوظيفة طول عمره من غير اي تطور، وهيكون بيخسر من وقته ومجهوده لحساب حد تاني. لكن لو هنقول رأي محايد، فكل حاجة ليها مميزاتها وعيوبها، لكن احنا اخترنا اللي يناسب تفكيرنا والمهارات، واختلاف المهارات ليه تأثير كبير جدا على اختياراتنا. يعني انا عن نفسي بفضل العمل الحر، لكن اتقبل جدا ان حد يكون شايف الوظيفة هي الأأمن والأفضل، ومهما كان محدش هيكون معاه حاجة كاملة 100%. لو ذكرنا العيوب والمميزات للطرفين هنلاقي تساوي، لكن مع اختلاف الطريقة. في الأول وفي الآخر ده اختيار، وقليل جدا لما بنلاقي فيه حدة في الكلام وقت نقاش عن اختيارات. لكن وقت لما بيكون في نقاش على المعتقدات وأي حاجة احنا مؤمنين بيها، بنلاقي حدة رهيبة في الكلام، بيكون سببها ان كل حد فينا منتمي للحاجات اللي هو مؤمن بيها، لان بيحس ان هي جزء منه. فبالتالي لما نلاقي حد عكسنا، ساعتها بيبقى اسلوبنا هجومي، بننتقد الشخص وبنصدر عليه احكام، وساعتها الطرف التاني بيتعامل بنفس الاسلوب، وبيبدأ يدافع عن نفسه وعن معتقداته، وأي حد هيتوجه له احكام هيتعامل بنفس الطريقة. ده بسببه ان احنا مش مدركين ازاي معتقداتنا بتتكون، ومش متقبلين ان حد يكون مختلف، ومش موجود عندنا ثقافة الاعتراف بالغلط، ولا موجود عندنا ثقافة التغيير. معتقداتنا بتكون مكتسبة في مرحلة الطفولة من الاهل والبيئة المحيطة، وفي مرحلة المراهقة الانسان بيراجع معتقداته، لكن المرة دي بوعي. ساعتها بيسأل عن الاسباب، ويا اما يقتنع اكتر ويتمسك بيها، او يكتشف انه كان غلط، بيتعلم حاجات جديدة يغير من معتقداته للأحسن. طبعا أنا مقصودش الدين، أنا أقصد إن حد يكون مقتنع بأسلوب تدريس معين، أو أسلوب نقاش، أو أسلوب تربية، أو تشافي، يعني مثلا طرق علاج أيا كان، وبيظن إنها الصح دون حتى ما يتأكد. ولو في مرحلة المراهقة ما كانش على وعي كافي إن هو يراجع نفسه ويحسن من نفسه باستمرار، هيكبر وهو متشدد لآراء ومعتقدات بدون سبب، بيدافع عنها بأي طريقة، وعقله هيكون رافض التغيير انه يسمع حد تاني. عشان كده لما نلاقي حدة في الكلام او اسلوب هجومي، ان حد بيعاملك بعدوانية، ساعتها هنبقى مدركين السبب. عمرنا ما هنتناقش مع حد بنفس الطريقة، ولا عمرنا هنبدأ نرد بحدة لما حد يطلق علينا اي حكم او انتقاد، ده غير سعة الصدر والاستقبال لاي فكرة جديدة، ونكون مستعدين ان احنا نغيرها للاحسن، او ان احنا نقبل حتى ان الناس دي تكون مختلفة عننا. ممكن حد ميوله النفسية من غرور، من نرجسية، يمنعوه ان هو يعترف بانه غلطان ويغير رأيه، لكن هو بيكون من جواه عارف ان في اراء تانية صح، لكن هو مبرمج ان طالما رأيه غلط يبقى هو كمان كده، ان هو ما ينفعش يغلط. ساعتها جداله ملوش علاقة بقلة وعي ابدا، هو ممكن يغير رأيه من شخص للتاني عشان ما يخليش حد غيره يحس ان هو صح، وعلشان يحس ان هو بالنسبة للجميع الاحسن والصح دايما. طبعا النقاش طالما حد من الطرفين مش مستوعب التاني وبيجادل لأجل الجدال، لازم انسحب، مش لازم نفرض رأينا على الغير، لأن في الاختلاف نعمة. والنقاشات اللي من النوع ده بتكون سلبية جدا، لأن لازم تنتهي بأن حد صح وحد غلط، ده طبعا عشان رضا غرور طرف من الطرفين. ساعتها النقاش غالبا بيطلع بره الموضوع الأساسي، لأن الطرف النرجسي لما بيلاقي أن هو هيتعدل عليه، أو أن حد بينتقده، أو أن احتمال 1% رأيه يكون صح، يا اما بيبدا يهاجمك وقلب ترابيزات، يا اما هيبدا ان هو ينسحب ويغير الموضوع. لو استفدت باي حاجه ما تنسيش تدعيلي،
قولي رأيك واعرضي عليا موضوع نتكلم فيه، أنا برد على الكل. دمتم مختلفين. دي كانت حلقة النهاردة من بودكاست تفاؤل، ونتقابل في حلقات رمضانية جاية كتير. رمضان كريم علينا وعليكم.